مشاهدينا الكرام أينما كنتم طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أكبر مواعيد القارة الأوروبية، أخطر المنازلات الكروية، مباراة بمواصفات عالمية هي التي ستجمع بعد لحظات الملكي ريال مدريد بإف سي هوليود بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. مباراة الذهاب حسمها ريال مدريد، ساحب اللقب في النسختين الأخيرتين بهدفين لهدف في قلب البافاريا. في ميزان الليلة الجميلة 17 لقب في الميدان، 12 للمرينجي وخمسة للبافاري، دلالة واضحة على عملاقة الفريق. أومانز يمشي الكولومبي يوسع ود ماتيو كوفازيتش، شوف الكرة يا سلام، دافيد ألابا، هذا هو ألابا، وايمن كرة ألمانية غدارة، مولر يوسع، كرة جول، كرة جول، جول الألمان، الألمان يعذبون الإسبان، لا مستحيل مع الألمان. البافاري الناري يضرب في قلب مدريد في أصعب المواعيد، هذا هو بايرن ميونخ. توني كروس في التوزيع الألمانية، كرة ممتازة، كريم والتصدي من توماس مو في حواره مع كيميتش، يوسع، جول، جول، سلطان اللعبة الأوروبية كريم بنزيما، والفرقة الملكية عالمية ونارية بقيادة قبل فران، ومازال قادر يوسع، وراموس ببرود الدم على بيوسع، وكرة وماتيو كوفازيت عظيمة، وكريم بنزيما تعود الكرة، وسفان الريخ ميد لتوليسو، كرة ممتازة، ليفاندوفسكي يطالب بضربة جزاء، وسونيات شاكير التركي يقول له لا، ممتاز التدرج بالكرة، يوسع، وريبيري، ريبيري رايح على الكرة، وهذه كرة، وين الجول؟ ضاعت، ضاعت، يرجع فرانك ريبيري، خامس رودريغيز، وين كان هذا اللعب مخبي يا بايرن في مباراة الذهاب في الأليانز، والخطورة عند كيميتش، كيميتش، جول، لا ركنية، ركنة توماس مولر، الموج الجارف البافاري وماتس أومانز، والحارس كان رونالدو لكن لا يمر، لا يمر ويسترجع الكرة، التسويق باليسار خارج لرونالدو، رونالدو، مارتشينو، جول، لا، جلال بكرة الجمال، مودريتش، وين الكرة؟ ريبيري راو، ريبيري وكرة، هيا كرة جول، أوه أوه، لا 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 لا، مش معقول، غير بنزيما، رونالدو، تورنادو، التصوير من رونالدو والتصدي من سفان الريخ، المطرقة العالمية، كرة في القائم الثاني، راموس، راموس ما زلت نحكي عليه، المطرقة العالمية، جوزيو يوزع، وراموس في التصدي، سيرج بالمسترة يعدي، يا سلام لتوماس مولر، هذه كرة لتوماس مولر، توليسو، توليسو رائعة، رائعة من كورونتان توليسو، أراد كيميتش على اليمين، آخر وبدة، يوسع، والمطالبة بضربة جزاء، والتركي يقول لا، وألف لا، ركنية بابا، خامس رودريغيز، يوسع، وماتس أومانز بالراس، خارج الميت، دقيقة العادية عشر، كرة جول، كرة جول، شنو هذا؟ شنو هذا؟ أفواه قاتلة، الإسبان يقتلون الألمان.
شيء غريب يا عمري، شيء غريب يا عمري. هذه الصورة ألمانية لفرانك ريبيري، ريبيري توماس مولر، وهناك دافيد ألابا، ألابا يراوغ النمساوي، التسويب رائعة رائعة من دافيد ألابا، وأروع أروع من كايلور رافاس باليمين، التسويب طويلة الكرة في ظهر الدفاع، أو كريم قبله إلريتش في قمة النار، هذه كرة ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي ماذا يقول جنيد شاقر؟ ماذا يقول جنيد شاقر؟ يدخل أملاه بامتياز، فاسكيز يراوغ، مودريتش يصاب بجانب كريم، تسويبة كرواتية متابعة فرنسية، أسينسيو 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 يوسع، ورونالدو الغدار، روس الخطر الأبيض قادم، يوسع غريبة من رونالدو، مش معقول غير مقبول، شنو هذا؟ فرنسي نمساوي، وهذه كرة رائعة والركنية بالسمات كرواتية ولا في البال، كل الجنون كل الفنون، وبالرأس فا بالرأس توماس مولر، مولر دي ريبيري عدي يوسع، والركنية للبايرن، ماتسومانز كرة ريبيري تسوار يوسع، بنزيما لازم يعود للوراء من جديد، التدخل هذه المرة من سولي، يوسع وخماس، جول جول جول، فعل الكولومبي، فعل المتعدي، الألمان 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 يعودون يعودون، يخسر الكرة ترجع للريبيري، ريبيري ألابا، ألابا لوكاس فاس، أجواء ملعب سانتياغو، يا مارتشيلو، أسانسيو أسانسيو المفروض في هذا بقى، وتعدي أملاء الكرة، والحكم يأتي ضربة مرمى ريال مدريد، مر خماس خماس لتوماس مولر، اكد استحقاق الوجود في ريال مدريد، كره بالراس يوسع على باب الراس، التسويب جول، اي 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 اي، كره الدور النهائي، كره الدور النهائي لكاك ريبيري، ريبيري لم يعش الريال في سانتياغو، بيل يحاول المرور، يوزع وضاعت الكرة لأسانسيو، الكرة كيميش، كامودريتش، رونالدو يهرب، رونالدو هرب، رونالدو وتصدي رائع من سانتياغو، يوزع ركنية برأسية، شوف ارتقال ليفاندوفسكي توماس مولر.